هلا يا جماعة الخير، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نسولف عن الجلوكوز، أوكي؟ من تحول إلى بايروفيت، تمام؟ هو تحول إلى بايروفيت مع عملية الجلايكولايسيس، وهسا راح نسولف عنه في ظروف إيروبيك، ظروف هوائية، شنو اللي راح يصير بيه، تمام؟ الجلوكوز من تحول إلى بايروفيت تحول ضمن سلسلة، أوكي؟ يعني سلسلة سوالف صارت وتحول إلى بايروفيت نازل. سيشن مالته زين. هذا الجلوكوز تحول الى بايروفيت، اجى البايروفيت عنده طريقين، طريق لا هوائي، اوكي، وقلنا الطريق اللا هوائي وين راح يودينا، وطريق شنو؟ طريق هوائي. زين، هذا الطريق اللي هو الطريق الهوائي، اوكي، شنو اللي راح يصير بيه؟ اللي راح يصير انه هذا الطريق الهوائي راح يدخل، تمام، ما راح يدخل الى داخل الخليه، راح يتحول الى انزيم ثاني يسمونه اسيتايل كو اي، اوكي. هذا الاسيتايل كو اي هو بدايه الكريبس سايكل، اوكي، بدايه الكريبس سايكل، معناته انه البايروفيت الشغل مالته بظروف هوائيه انه راح يدخل الكريبس سايكل. زين، هذا البايروفيت دخل تحول الى اسيتايل كو اي، تمام. من تحول الى اسيتايل كو اي احنا لازم ننتبه على شغله، الجلوكوز كان 6 جزيئات، من تحول الى بايروفيت ايش قص صار؟ 3. من دخل ايش قص صفالي؟ صفالي 2. زين، هاي الثنين هل هو من المعقول تقدر تخوض هذه الكريبس سايكل؟ لا. فايش راح يجي؟ راح يجي الاوكزالو اسيتيت، اوكي، يتبرع بنفسه، يقولها اني راح اساعدك، اني 4 جزيئات وانت جزيئات 2، راح نتحد سويه، راح نرجع نفسنا جد 6 جزيئات. زين، هذه عملية الاتحاد، من اللي راح يساهم بيها؟ يا انزيم، الانزيم يصيحوله سترايت سينثيز. منين اطوا اسم هذا الانزيم؟ لان اني كونت سترايت، تمام، فسموه سترايت سينثيز، انه اني خليت الاوكزالو اسيتيت يتحد ويا الاسيتايل كو اي حتى اخلق سترايت، تمام. تمام، هسه هذه اول مفتاح بالنسبه للكريبس سايكل انفتح. زين، شلون احفظ بقيه المكونات حتى لا انسى؟ ايش اقول؟ اقول انه السترايت از، اوكي، كريبس ستارتنج سبستريت فور ميكينج اوكزالو اسيتيت، يعني السترايت يعتبر مفتاح للكريبس سايكل حتى شي يكون لي اوكزالو اسيتيت. زين، هذا الستريت راح يتحول. زين، انا شلون اتذكر المركب اللي راح يتحول الى؟ احنا مو قلنا از اي، قلنا از يعني شنو؟ يعني ايزو ستريت، يعني هذا الستريت ايش راح يتحول؟ راح يتحول الى ايزو ستريت بمساعده يا انزيم، بمساعده انزيم الاكونتيز، اوكي، الاكونتيز هو اللي راح يحول الستريت المن الى ايزو ستريت. زين، حول لي الستريت المن الى ايزو ستريت. زين، من تحول الستريت الى ايزو ستريت بمساعدة انزيم، راح نجي هسه للايزو ستريت. الايزو ستريت يريد يتحول الى مادة ثانية حتى تمشي هاي السايكل. شلون اتذكر المادة الثانية؟ كريبس، معناتها شنو؟ معناتها الفا كيتو جلوتاريت. من تحول الى ايزو ستريت الى الفا كيتو جلوتاريت بمساعدة انزيم. شلون اتذكر الانزيم؟ ايزو ستريت، اوكي، شلنا من هيدروجين، فصارت ايزوستريت دي هيدروجينيز، اوكي، فانا اخذت من الايزوستريت هيدروجين حولتها المن الى الفا كيتو جلوتاريت. بهاي العمليه راح تنطرح جزيئتين ثاني اكسيد الكربون، وهماتين راح ينطرح عندي اتش. هاي الاتش ايش بيها؟ راح يشيلها النات، اوكي، فراح يتحول الى ناد اتش. زين، شنو يعني تقصدين بالناد؟ الناد يا عيني والفات 2 هي عبارة عن حوامل، اوكي، هاي الحوامل عبارة عن كارير، تمام. زين، هاي الكارير ايش راح تجي؟ راح تجي تشيل المواد، تمام، وتنقلها، تمام، يعني تنقل الجزيئات، اوكي. زين، هسه انا وين وصلت؟ وصلت الى الفا كيتو جلوتاريت. زين، هذا الالفا كيتو جلوتاريت يريد يتحول الى ماده ثانيه. شلون اتذكر هذه الماده الثانيه؟ الماده الثانيه تبدي باس، فاقول انه هذا الالفا كيتو جلوتاريت راح يتحول المن الى سكسينايل كو اي. زين، هذا من يتحول الى سكسينايل كو اي، من اللي راح يساعده؟ يا انزيم اللي هو الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز،
أوبس يعني تقصدين إنه الألفا كيتو جلوتاريت شلنا من عنده هيدروجين فتحول إلى من تحول إلى سكسينايل كو أي. تمام تمام زين هذا الشلنا من عنده الهيدروجين ويا من راح يتحد ويا الناد حتى يتحول المن إلى ناد الإتش أوكي. وبعد شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير إنه جتي كو اي تحدث فطاني سكسينايل كو اي اوكي وانطرح عندي ثاني اكسيد الكربون. زين هاي السكسينايل كو اي تريد تكمل السلسله مالتها تمام تمام فش راح تسوي؟ راح تتحول الى ماده ثانيه. شنو اسمها هاي الماده الثانيه؟ هم تبدي بالاس فش يصير حولها؟ يصير حولها سكسينيت. يعني اني كانت سكسينايل كو اي تحولت الى سكسينيت. شنو المفقود؟ الكو اي فراح تطرح الكو اي للخارج. زين شنو الانزيم؟ تمام الانزيم اللي هو سكسينايل كو اي سينثيز. يعني اني خليت الكو اي يروح وكونت شنو؟ كونت سكسينيت اوكي اوكي. وبنفس الوقت حررت لي شنو؟ حررت لي طاقه. هسه انا وصلت المن الى السكسينيت. السكسينيت اوكي ايش راح يتحول؟ راح يتحول الى ماده ثانيه تبدا بالاف سكسينيت فيومريت. سكسينيت فيومريت زين هذه السكسينيت من راح يتحول المن الى فيومريت عن طريق شنو؟ انه انا اخذت هيدروجين من السكسينيت فالانزيم اللي ساعدني هو سكسينيت دي هيدروجينيز. زين هذا الهيدروجين اللي اخذته كبير فيحتاج حامل كبير حتى يشيل اللي هو الفاد اتش 2 تمام. هذا الفاد راح يتحول الى فاد اتش 2 عن طريق اتحاده بشنو؟ بذرات اثنين من الهيدروجين اوكي اوكي. زين وصلت المن وصلت الى الفيومريت. زين هاي الفيومريت تمام المفروض شنو؟ المفروض تتحول الى ماده ثانيه. هاي الماده الثانيه راح تبدي بالام اوكي. فالفيومريت راح يتحول الى ماده ثانيه تبدي بالام اللي هي شنو؟ اللي هي الماليت. زين منو اللي راح يساعده بالتحول؟ اللي هو انزيم. الانزيم مالت من مالته؟ فالفيومريت شنو الانزيم مالته؟ فيومريز اوكي. فراح يتحول الفيومريت المن الى ماليت عن طريق الانزيم مالته اللي هو الفيومريز. نجي الى اخر ستيب هذا الماليت اوكي. واخيرا راح يعطيني اوكسالو اسيتيت عن طريق شنو؟ عن طريق زال من عنده ذرة هيدروجين فطاني شنو؟ أوكسالو أسيتيت. فمن الإنزيم اللي راح يساعده؟ ماليت دي هيدروجينيز. زين هذا الماليت دي هيدروجينيز لازم أكو حامل حملة اللي هو الناد راح يتحول إنمن إلى ناد الإتش. هذه هي الكريبس سايكل أوكي. زين نجي إلى فد بارت معين من الكريبس سايكل اللي هي شنو؟ قلنا الأيزوستريت اللي هو الإز راح يتحول إلى ألفا كيتو جلوتاريت بمساعدة هذا الإنزيم أوكي. زين هذه الألفا كيتو جلوتاريت راح تتحول المن إلى هستون ديميثيليز. هذا الهستون ديميثيليز يلعب دور مهم بالتكوين مالت الدي ان اي. فأي طفرة بالألفا كيتو جلوتاريت أوكي إلى 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 2 أو اتش جلوتاريت من الممكن إنه تأثر على ارتباط ال دي ان اي. وإذا أثرت على الدي ان اي راح يؤدي إلى خربطة بالخلايا وهاي الخربطة من الخلايا من الممكن إنه تؤدي المن إلى تيومر. تمام تمام زين شنو الناتج هسه انت من صالح ساعة وكريبس وسايكل؟ هاي الكريبس سايكل شنو حررت لي؟ حررت لي طاقة اوكي. اعطتني شنو؟ اعطتني 2 اي تي بي اوكي. اعطتني 6 نادي الاتش اوكي. وشطتني اعطتني 4 ثاني اكسيد الكربون وايضا اعطتني مواد ثانية اللي هي هاي المواد الثانوية اللي دا نشوفها ناد اتش فاد اتش 2 لان كلهن هي اعطتني يعني. وهذه هي نتيجة التحليل او نتيجة كريبس سايكل اوكي. والنتيجة الاولى والاخيرة هي شنو؟ تحرير طاقة